امبارح كان في مؤتمر هام جدا لوزير التربيه والتعليم والتعليم الفني مع بدايه او اقتراب موعد بدايه العام الدراسي الجديد اللي هيكون في 21 سبتمبر. وزير التربيه والتعليم الفني عمل المؤتمر مع عدد من وسائل الاعلام والصحفيين واتكلم فيه عن التغيرات اللي هتحصل في نظام الثانويه العامه وكمان في عدد من سنوات الدراسه، سواء في دمج بعض المواد، احلال مواد مكان اخرى، او حتى في الغاء بعض المواد. الهدف هو تخفيف العبء عن الطالب، كمان زيادة المهارات الخاصة بالتعلم وليس التعليم، وما تبقاش المعلومات كتيرة قوي ومش موظفة في مكانها السليم. صحيح، وعشان كده الناس كلها كل الأسر تابعت امبارح هذا المؤتمر، لأنه مرحلة الثانوية العامة زي ما قلنا هي مرحلة مهمة جدا، سنة بتحدد مستقبل الطالب، بينهي مرحلة اللي هي مرحلة التعليم الأساسي وبيروح ل مرحلة أخرى وهي مرحلة التعليم الجامعي. خلينا نشوف دلوقتي مع حضراتكم هذا التقرير عن ما حدث بالأمس في هذا المؤتمر. نظام جديد للثانوية العامة أعلنه امبارح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام هينطلق يوم 21 سبتمبر الجاي. النظام الجديد هيكون عبارة عن دراسة طلاب أولى ثانوي في العام الجديد 6 مواد بدل 10 مواد، وتم إعادة تصميم المناهج المقررة علشان تكون اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح وسقوط بره المجموع، وهيطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة بدلاً من منهج الكيمياء والفيزياء. كمان هيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا علشان تتلغي من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتنتقل لمادة للشعبة الأدبية في السنة التالية. بكده هتكون المواد اللي هيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في السنة الجديدة هي مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق. ده بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع اللي هي التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، ودي المواد اللي هتكون مواد نجاح ورسوب. الخطة كمان احتوت على قواعد علمية تم الاستعانة فيها بمراجعة خبراء متخصصين، ده غير الحوار المجتمعي اللي اتعمل مع المعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومجلس الأمنة والآباء ومجموعة من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، والمقترح بالكامل لاقى نسبة قبول كبيرة، وده اللي اتقال أثناء الحوارات المجتمعية، إن الخطة هيكون ليها أثر في تخفيف العبء على الأسر المصرية بدون أي تقصير في المعارف اللي هيدرسها الطلاب. أما بخصوص الصف الثاني والثالث في الثانوية العامة، فهيتم إجراء تعديلات محدودة على مناهجهم في ضوء نواتج التعلم ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى والمراجعة العلمية الدقيقة وتحديث كل حاجة محتاجة تتحدث، بالإضافة لدمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم. وده اللي أسفر عن إن اللغة الأجنبية التانية هتكون مادة نجاح ورسوب برا المجموع والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لإعادة تصميم مادة الرياضيات علشان تكون مادة واحدة بس، وبكده هتكون 8 مواد اللي هيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلاً من 8 مواد في العام الماضي، والمواد دي هتكون بالنسبة للشعبة العلمية هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، وهيتم العمل بيها في السنة الدراسية الجاية على طول 2024-2025. ده غير إنه هيتم إضافة مادة التاريخ بدل الأحياء في العامين الدراسيين الجايين. وبخصوص المواد اللي هيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي اللي جاي 2024-2025، فهتكون اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات. كمان في إعادة لتصميم محتوى الصف الثالث الثانوي من بداية العام الدراسي اللي جاي 2024-2025، بحيث أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والسقوط غير المضافة للمجموع في شعبة العلم علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية بره مجموع شعبة العلم رياضيات، وهيتم إعادة تصميم مادة الرياضة علشان تكون مادة واحدة بس. بكده هيدرس طلاب شعبة العلم علوم 5 مواد بدلاً من 7، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء.